أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، بداية أتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على المبادرة بعقد هذا المؤتمر الافتراضي لدعم لبنان بعد الكارثة التي ضربت عاصمتنا. كما أشكر جميع رؤساء وقادة الدول المشاركين معنا اليوم والذين تجمعهم محبة لبنان والرغبة الصادقة بدعم هذا البلد. لن أطيل عليكم وأشرح ما سببته هذه الكارثة في بيروت على جميع المستويات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية، وتركت جروحاً في كل بيت ولدى كل عائلة. فهذا الزلزال ضربنا ونحن في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح كثيف كلف لبنان حتى تاريخه أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى انعكاسات جائحة كوفيد-19، ما يجعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن الصغير وشعبه على الرغم من كل روح التضامن التي أظهرها. ولا يسعني إلا أن أثمن عاليا باسمي وباسم الشعب اللبناني التضامن الدولي الذي تجلى بمسارعة قادة الدول والمسؤولين إلى الحضور أو الاتصال والإعراب عن التعاطف والمؤازرة. إن العديد من المسؤولين وفرق الإغاثة الدولية الذين سارعوا بالمجيء إلى لبنان عاينوا حسياً حجم المأساة التي طالت كل القطاعات، لا سيما تلك التي تشملها الأولويات الأربعة الواردة في كتاب الدعوة لمؤتمركم الكريم: الصحة، التربية، إعادة الإعمار، وتأمين الغذاء. إن إعادة بناء ما دمر واستعادة بيروت بريقها تطلبان الكثير، فالاحتياجات كما يتبين لكم أيها الأصدقاء كبيرة جدا، وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصا قبل حلول فصل الشتاء، حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة. وبما يتعلق بصندوق التبرعات المنوي إنشاؤه، فأشدد على أن تكون إدارته منبثقة عن هذا المؤتمر الكريم. السيدات والسادة، لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، إذ وحدها العدالة يمكن أن تقدم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني. والتزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية. تعهدت أيضاً بمحاربة الفساد وبالإصلاح، وعلى الرغم من كل العوائق بدأت التدابير الملموسة، وفي طليعتها التحقيق المالي الجنائي الذي لن يقتصر على مؤسسة واحدة بل سيشمل كل المؤسسات. أيها الأصدقاء، هي ليست المرة الأولى التي تدمر فيها بيروت، ولكنها في كل مرة تنهض من تحت أنقاضها. واليوم كل إيمان
بأن بيروتنا ستنهض كما كل مرة. نعم، ستنهض بمساعدتكم وبعزيمة أهلها وكل اللبنانيين. شكراً.